باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أسبوع الأول من الخمسين المقدسة، العنوان بتاعه هو الإيمان، الإيمان بالمسيح القائم من الأموات. بينتهي بظهور المسيح لتلاميذه في العلية ففرحوا لما شافوا ربنا، وتاني مرة بعدها بأسبوع لما ظهر لتوما. النهاردة الكنيسة بتحط لنا مثل حلو لإيمان، بس هذا الإيمان تحركه العاطفة. في فرق بين أن الإنسان يكون قوي في إيمانه وبين الإنسان يكون اللي بيحركه من ناحية ربنا هو العاطفة. مجموعة المريمات دولت حركتهم العاطفة بتاعتهم أن هم يروحوا الصبح بدري باكرا جدا، ودي حاجة جميلة. المسيح بيقول الذين يبكرون إلي يجدونني، أن هم يروحوا للقبر. لكن كان عندهم سؤال دايما في ذهننا، من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ لأن الحجر كان كبير. الحجر ده بيمثل عائق إيماني، الحجر ده بيمثل حاجة بتفصلني عن المسيح. هنا في نقطتين. النقطة الأولانية، هما العذراء على فكرة مريم ما راحتش القبر لأنها كانت تثق في إيمان المسيح، في قيامة المسيح، لكن دول راحوا وكانوا متخيلين المسيح لسه في القبر. دي أول حاجة عاطفة. تاني حاجة إن هما كانوا بيشوفوا إن في حجر، وإن هو الحجر ده هيبقى عائق بينهم وبين المسيح المثج جسده داخل القبر. لكن ربنا حتى لو بهذا الإيمان الغلبان، ربنا بيتحنن ويروحوا، ومن غير ما يحصل أي حاجة معاهم، يعني كان في ملاك دحرج الحجر ويلاقوا الحجر مرفوع. هنا في حاجة، أنا ممكن أفكر في عوائق، لكن لو فكرت إن ربنا ممكن يعمل واستمريت في إيماني وثقتي في ربنا هشوف عجائب. هما على الرغم إن عارفين إن في حجر، وعارفين إن في حراس رومان، وعارفين إن في ختم، ولكن مع كل هذا راحوا. دي كلها بنسميها عوائق. هما تغلبوا على كل هذه العوائق وقرروا إن هما يروحوا للمسيح. لكن هما كان في دماغهم المسيح مصلوب، وده نقطة ضعف الإيمان، وموجود في القبر. لكن الملاك قال لهم الآية المشهورة جدا، ليس هو ها هنا لكنه إيه قد قام. عشان كده ده السؤال اللي احنا دايما بنسأله. انت اي مشكلة في حياتك، سامحني اقول لك، هي عاملة زي قبر، وانت مصر تدور على المسيح جوه القبر ده. لكن النهاردة ربنا على صوت الملاك ده بيقول لك قد قام، ليس هو ها هنا. هو يقدر، ارفع عينيك للسماء هتلاقي المشكلة اللي عندك على الأرض دي اتحلت، لأن هو قال كده، اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها ايه تزاد لكم. كملوا بعواطفهم وقال لهم كده ما تخافوش، ده قام، لكن وصاهم ان هم يبقوا رسل للرسل. وانتوا عارفين مريم المجدلية بعد كده بنسميها كارزة الرسل، ولكن يقول ان هم مرقس يقول ما قالوش لحد حاجة وانزهلوا، ومريم بالاكثر المجدلية في المرة دي في انجيل تاني قال ان هم قبلوا قدميه. مريم المجدلية بعد كده قبلته تاني وما عرفتوش. هنا في امثلة كثيرة في الايمان، ايمان اللي بتتحرك بالعاطفة، الايمان اللي طالع نازل يشوفوا ملاك ويشوفوا قبر فاضي وحجر مدحرج، وبعد كده يخافوا ويروحوا وما يقولوش لحد حاجة. لكن مع كل هذا، لما المسيح بعد كده ظهر للتلاميذ، مريمات دول كان ليهم دور جميل في الكرازة وفي خدمة الرسل. أنا سؤالي النهاردة لنفسي، ما مقدار إيماني بالمسيح القائم من الأموات؟ لو أنا إيماني بالمسيح محصور في الأرض، الأرض دي تزول، بمعنى أنها زي القبر. ولكن إيماني بالمسيح اللي قال في بيت أبي منازل كثيرة، وأننا أروح أعد لكم مكان وأخذكم وتقيموا معي، هو ده إيماني اللي بيقول في داود، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. عايزين إيماننا يخلينا نتجاوز الماديات اللي احنا عايشين فيها، اللي احنا مشغولين بيها، اللي احنا بنتصارع عليها، لكن نرفع عينينا للسماء ونقول أؤمن أنك أنت هو المسيح إله الحي، أنت هو بكورة الراقدين، أنت هو الذي فتحت لها الفردوس لأتنعم. ونرفع عينينا لفوق وما نروحش ندور على المسيح في الأرض فقط،
ولكن يكون إيماننا بيرفعنا من الأرض للسماء. ربنا يدينا إن احنا يكون عندنا هذا الإيمان، لأن يوم الحد المسيح يقول لتوما في الإنجيل تعال حط إيدك لكي تكون مؤمنا وليس غير إيه. ربنا يدينا هذه النعمة، نعمة الإيمان بالمسيح الحي. تعرفين المسيحيين أوقات كانوا يحلفوا بالمسيح الإيه الحي، هو ده تأكيد لقيامة المسيح. مسيحنا إيه؟ حي، والمجد لله. إبو